هي يعني نقاط نقول فصيل سوا جاهز بالكامل يعني نقاط فصيل الاقتحام جاهز بالكامل. بالنسبة كل واحد بيطبق نفس ما قالوا له بالضبط واضحة. أي سؤال ربي يسلمكم ويوفقكم بالكامل. جميع الافراد وقادة المجموعات، جميع الافراد وقادة المجموعات، الالتزام التام بكافة التعليمات، الالتزام التام بكافة التعليمات اللي استلمتها من العمليات قبل مغادرتكم المقر، الكل يلتزم حسب الخطة المتفق عليها بالكامل. يا تحري واحد من العمليات ونقول لك اعطينا التحديث الاخير، التحديث الاخير للمكان. يا عمليات تحري واحد ونقول لك الوضع هذه وكما هو عليه. هيا فريق الاحتواء، فريق الاقتحام، لحظات وصول منطقة الترجي يكونوا على استعداد. هيا فريق الاحتواء بالكامل، فريق الاحتواء بالكامل، عبس الأنوار ودرجة السيارات بالكامل. هيا من الميم قاف إلى فريق الاحتواء وفريق الاقتحام، من الميم قاف إلى فريق الاحتواء وفريق الاقتحام، نقول باشا في تنفيذ المهمة، باشا في تنفيذ المهمة. يا ميم قاف فريق الاحتواء تم احتواء المكان بالكامل. هيا فريق الاقتحام، باكر الاقتحام، فريق الاقتحام والإيقاف، باكر الاقتحام. يا الإيقاف تم الاقتحام المكان والسيطرة على الهدف، المكان آمن، مكان آمن، استلمت. ونبو تأكيد الهدف، تأكيد الهدف واسمه وهويته. كيف خديت يا إيقاف؟ نقول لك لحظات يثبت الاسم والصورة يا عمليات، لحظات يثبت الاسم والصورة للتأكيد، لكن نقول لك ان احنا متأكدين بإذن الله، لكن لحظات يثبت الاسم والصورة. هيا عمليات إيقاف، نقول لك تم تفتيش المكان بالكامل وحاليا تثبت المهمة، ونقول لك خارجين من مكان الهدف إلى نقطة الصفر، واضح يا عمليات؟ هيا واضح يا ميم قاف، وحياكم الله، حياكم الله وابقاكم. الاسم مويل 2001، مدينة حماة، دولة سوريا، المكنة بأبو خطاب أو أبو شاشر، بايعة تنظيم الدولة الإسلامية في سنة 2018، وضمت إلى سرايا الاختراق والهكر، وكان طبيعة عملنا فيها اختراق الحسابات الإلكترونية وتهكيرها. تم إلقاء القبض علي من قبل غرفة عمليات الأمنية المشتركة مصراتة في منزل موجود داخل مدينة مصراتة.